روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم من رواية عائشة وأم سلمة وأنس وغيرهم رضي الله عن الجميع أنهم قالوا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية قيل لأم سلمة رضي الله عنها: ما كان أكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر ما يدعو به: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية عائشة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنك تكثر من هذا الدعاء، فهل تخاف؟ قال: نعم، وما لي لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي رواية أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قيل له: يا رسول الله، إنا قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الحديث يا جماعة فيه فوائد كثيرة جدا، نقف مع ثلاثة منها. الفائدة الأولى: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذا فيه التحذير لأي شخص مؤمن عاقل أن يخاف أشد الخوف من أن يقلب الله قلبه من الهداية والاستقامة إلى الضلال والغواية والعياذ بالله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، وما لي لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف هذا الخوف الشديد حتى أنه يدعو بهذا الدعاء، بل كان من أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان حتى لو عرف طريق الاستقامة والهداية، من استقامتك وأبرز علامات هدايتك أن تخاف أن يقلب الله قلبك، لأن الله يقلب قلوب العباد كيف يشاء، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وفي زاد الآن نحن شايفينه ناس شيوخ، واحدين شيوخ كبار، واحد تلقى قرى في المدينة بكالوريوس وحضر ماجستير، بكالوريوس 4 سنة وحضر ثاني ماجستير ما أعرف 4 سنة ولا 5، دي 9، وثاني حضر دكتوراه ثاني 4 سنة، دي 13 سنة، ويجي مبتدع. واحد تاني يحذرك: إياكم الجلوس مع البدع، ويجي وقاعد يبكي. بكره هو يمشي مع أهل البدع، نحن نقعد نبكي بالمغسة والله والحرقة. السبب يا جماعة لأنه قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والشيخ ذكر أسباب كثيرة جدا وفوائد جميلة، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها الجميع. الحل إنك تكثر من هذا الدعاء. ده قال لك كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام. وده الرسول صلى الله عليه وسلم
ربنا قال له كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا. رغم ذا كان يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية أو في لفظ آخر ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء قط إلا قال اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ما رفع قال لك بصر إلى السماء إلا دعا بالدعاء. فنحن الآن إلا من رحم ماشيين ساكت. بل الواحد قد يغتر بأنه سلفي وأنه على المنهج وأنه موحد وأنه 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 حتى لما نتكلموا عن التوحيد وعن الشرك وعن القبب والتبرك بالأضرحة تلقاه يشوف أقرب صوفي على اللوغين. والتوحيد كأنه ما مقصود به، مقصود به الجماعة دي لابسين أخضر بس فقط فقط، لا أنت مقصود به أول زول. ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك، ده للرسول صلى الله عليه وسلم الآية دي، وإلى الذين من قبلك الرسل القبليك والأنبياء والصالحين والأمم لئن أشركت يا محمد يا رسول الله ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى أنت مخاطب التوحيد قبل أي زول تاني. إذا أنت فعلا كنت موحد تمام وبتعظم التوحيد والكلام في التوحيد وبتحبه تمام، أنت أول زول مخاطب بالتوحيد، بل مخاطب بالنهي عن الشرك. أنت مخاطب به مش كمان التوحيد بس، بالنهي عن الشرك. لأن ربنا قال له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأكثروا من هذا الدعاء واجعلوه أكثر دعائكم. ممكن هسه أنت موحد بكرة يصبح عليك الصباح تبقى مشرك، ممكن عادي جدا يحصل في أرغى العائلات والظروف ممكن يحصل، عادي ممكن يحصل. فأدعو الله عز وجل بهذا الدعاء واجعله أكثر دعائك. ومعناه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، على الدين وعلى الاستقامة وعلى الهدى وعلى الإيمان العالي، إنه برضو ما ينقص يكون إيمانك تمام. كل تحت معنى هذا الدعاء كما شرحه شراح في تحفة الأحوذي شرح الترمذي وغيره وغيره وغيره. طيب الفائدة الثانية قوة استعانته صلى الله عليه وسلم بربه وكثرتها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان دائما وأبدا ما يستعين بالله في العبادة. أخذ يد معاذ وقال إني لأحبك في الله فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في قضاء الدين وتفريج الهم والغم والكرب والحزن كان يقول الله. وأيضا جاء في البخاري كان من أكثر دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر دعائه أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال وغلبة الرجال في رواية. وأحد الصحابة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان من أكثر دعائه أسمعه يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل إلى آخره. فيستعين بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل شيء، في الصغيرة والكبيرة، وفي الإعانة على العبادة، وفي الثبات على الدين والإيمان والهدى والتقوى إلى آخره. فتستعين بالله في كل شيء. الآن في حاجات كثيرة يا جماعة أنت بتحتاجها، وأي زول فينا بيحتاجها، من حاجات الدنيا والمعاش والأكل والشراب والمال والرزق والزواج. واحد زوجته أخرت ما ولدت، واحد زوجته عندها مرض قدر ما ودها لكذا مستشفى ما تعالج سبحانه وتعالى. واستعن بالله سبحانه وتعالى، ما تبقى زول يائس يقول لك والله يا أخي دي ما ممكن ودي ممكن ودي كده ودي كده، وخلاص تسمع كلام الناس وتيأس. دار تتزوج، أنا عارف في شباب كتار تكون كاتمة معاهم ودارين يعرسوا وتلقى شغال الليل والنهار وبرضه ما قادر يدخل دخل يزوج له، أو عنده قروش ما لاقي المرن أو إلى آخره. ده كله حل بسيط، مش بسيط،
أبسط من أبسط من أبسط من أبسط من بسيط من بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى. بس استعين بالله، شوف النبي كيف كان بيستعين بالله في كل شيء. ويروى إنه الصحابة كان الواحد إذا نقص الملح من البيت وعنده ما يشتري به كان أول شيء يسأل الله إنه يعينه على شراء الملح، بعد ذاك يشيل يمشي يشتري الملح، مع أنه كان ممكن يشتري لكن كان بيستعين بالله في كل شيء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيعة خاصة على أبي بكر وأبي الدرداء وثالث لعله سلمان نسيته، المهم ثلاثة، منه أبو بكر ومنه أبو الدرداء وثالث رضي الله عن الجميع، ألا يسأل الناس شيئا. قال الراوي: فرأيت الواحد من هؤلاء الثلاثة إذا سقط صوته من أعلى دابته لا يقول يا فلان ناولني ناولنيه، وإنما يسأل الله الإعانة ثم ينزل ويتناول الصوت. عندهم إيمان ذاته عجيب مرة واحدة مرة واحدة، عشان كده كانوا سعداء جدا جدا جدا. فأنت تعلم تعلم التوحيد، مش تجي تنفخ في الحلقة وتقول أيوة الناس وعدوا الله، وأنت تحصل لك مشكلة وتتلفت. أنت أول دول توحيد ربنا وتطبق الكلام ده، وبالمناسبة والله بتتزرع الكلام اللي بتقوله الناس في المنبر وفي الحلقة ده، يوم بيحصل لك وأيام بيحصل لك ذرات عجيبة جدا جدا. ربنا ده يختبرك وهو أعلم بك. إن الكتب مالي خشمك توعيد الاستعانة ده بيطبق أنت ذاتك اللي بتأمر به والنازة ولا متطبق أنت ذاتك أبو دقين تطبق أنت ده أول زور قبل الناس اللي بتدعو. ويحصل يعني شوف ذنون عليه الصلاة والسلام، فالتقمه الحوت وهو مولين، والحوت دخل به بالليل كان الوقت وظلمة الليل، ودخل به جوا ظلمة البحر والأمواج وداخل بطن الحوت، وبالمناسبة انقطعت الأسباب الدنيوية. ابن تيمية في كتاب اختصارات المستقيم قال أحيانا حتى كل الأسباب الكونية والدنيوية تنقطع، مش ربنا مر بالأسباب؟ قال لكن أحيانا الأسباب ذاتها تنقطع، الأسباب الدنيوية والكونية دي تنقطع تتعصر عصر جد ما تلقى أي سبب تسويه إلا الأسباب الشرعية الدعاء والاستغفار وكده. فبعد ده بيتميز المؤمن فعلا والصادق، عشان كده ربنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا يعني وحدنا وهم لا يفتنون، تقول وحتى ساكت يخلوك؟ لا ما بخلوك. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فشوف يونس عليه الصلاة والسلام في هذه الظلمات الثلاث هناك قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الحتة ديك طوالي سأل الله سبحانه وتعالى، ربنا أمر الحوت إنه يلقيه ويطلع به بره في القيف، ألقاه وأنبت له شجرة من يقطين، سبحان الله ربنا نجاه. فأحيانا بيحصل الكلام ده، وحتى لو ما حصل أنت عود نفسك تستعين بالله، والإسلام علمنا كده، تخش الحمام بتستعين بالله بتقول بسم الله الاستعانة بالله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث برضو ممكن والخبائث، وتدخل انت طالع غفرانا دار تاكل مع انه لك اللي قدامك وربنا اداك يد وقدره، لكن بعد ده بتستعين بسم الله وتقول شنو؟ بسم الله، وتدخل يدك تاكل صحيح وتدعو الله بالبركه. فالاسلام علمنا الاستعانه بالله في كل شيء، انت ما تعتمد على نفسك على رقبتك جيب نبي عرقنا وكذا وكذا، لا استعين بالله سبحانه وتعالى. الفائده الاخيره والثالثه والفوائد كثيره لكن يعني ما ذكر إن شاء الله يكفي. الفائدة الثالثة الاعتناء بالقلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، فده فيه إشارة إنه الإنسان يعتني بشنو يا جماعة؟ بقلبه، وإنه ربنا يثبت قلبه. والقلوب ده يا جماعة بيجي أمراض كثيرة جدا، من أخطرها الشرك بأنواعه الأكبر و الأصغر وإلى آخره. من أخطرها أيضا بعد الشرك الحسد والبغضاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام
دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. بس الآن انت بالمكنة دي بتفتح لك شنو؟ ولا كده دي كان زمان، كان زماننا، هسه بقى شنو؟ بتاعت كهرباء خلاص؟ بتحلق الشعر تحيدته مرة واحدة. اتخيل المكنة دي بتحيد شعرك سرعة الحت للشعر طوالي حتى بقع بتناثر، كذلك البغضاء والحسد بحيد دينك زي ما ده بيحيد شعرك. أنا بس أنا أقرب لك الفهم. اتخيل إذا عندك حسد أو بغضاء في قلبك أنت بتكون ما حاسي وبتقرأ وتتعلم وتحفظ، الحسد والبغضاء بيحيد لك الدين ده، بيحيد لك حد زي ما بيحلق الشعر وبتحت الشعر بسرعة سرعة شديدة جدا. فانتبه لهذه المسائل. وأنا غايت حسب ما تابعت كل الناس، غايت حسب أنا ما تابعت كل الناس اللي ساقطوا ديل من الدعوة السلفية تلقى شغلهم أصلا هو شغل حقد وبغضاء وحسد لإخوانهم الموحدين، تلقى حاقد ويقوم دينه ومنهجه يتحتى بسبب البغضاء والحسد والحقد حقه. بعد ذاك بيقوم بلبسته بشنو؟ الشرع، ولو يقول الله انا عندي ماخذ منهجيه. يا اخي واحد ومعليش نحن ما عملنا اللي غادر لشيء معين، لكن بس الزول بيتذكر اثناء الكلام. واحد قال عنده على اخوه ماخذ منهجيه، ضرب لي قبل كان سنه ونص ولا سنه ما متذكر، ركبنا مشينا انا ودكتور معزه واخر مشينا لحد هناك، قلنا له ما اخذك شنو على اخوك ده؟ قال والله جاته قروش فجاه، والله الذي لا اله الا هو. وقال لي الكلام ده ذاته بالتليفون قبل ما نجي ذاته، قال جاته قروش فجاه، قال ومن المظاهر انه قال كل يوم بغير ساعه جديده. قال نحن لابد نعرف بالضبط الحاصل شنو؟ الحاصل انه ده قروش؟ انت ما عرفت الحاصل؟ الله ده قروش؟ فحقد عجيب، حقد عجيب جدا. وكتار اسالهم الناس اللي فاتوا ذيل والله فاتوا حقد، حقد وحسد لاخوانهم. يقول واحد يقول لك ليه شوف ليه شوف 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 شيخ فلان ده داري صار في الحلقه يتقدم عنه له عنه له، تلقاه يدب ويكلم الناس. زول حاقد يا اخي، ناس حاسدين. وانا ما درس كل اسماء والله، تجارب كثيره على مستوى سنين طويله حيرونا ذاته، والسبب بس قلبه ده عفن وقلبه ده وسخان. زول وسخان، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نحن اننا نتفقد قلوبنا، مع انه ربنا ثبت له قلبه تمام، لكن ده كان اكثر دعاءه انه يتفقد فيه القلوب عشان يعلمنا نحن. فتعلموا يا جماعه، زول يدعو الله انه ينظف قلبه، ربنا طوالي بنظف لك قلبك. صح يقول بعض الناس غادي يسوق يقول لك الموضوع ده صعب وما بيمرق، منو قال لك؟ وربنا اللي خلق القلب ما يقدر يمرق منه الوسخ اللي انت دخلته؟ بيقدر. فدائما خلي علاقتك بربنا، الله بيديك الدنيا دي اللي بتحسد من اجلها بيديك، من اجلها بيديك ليها تمام. داير علم بيديك ليه، داير رزق بيديك ليه، داير زواج اي شيء انت دايره منها، كل امور الدنيا وكل امور الدين والاخره يا جماعه ربنا. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. يا اخي ادعو الله، اتعلم ادعو الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الفضيل بن عياض كان يقول بالآية دي، كان يقول اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، اللهم أعطني كذا، اللهم دعوتك فأنجز لي ما وعدتني. ناس كانوا نجيضين وفاهمين القرآن، مش الليلة واحد بس يحفظ القرآن عشان يتطح به في الصلاة. الجماعة المداحين دي هم مداحين اصلا، حفظوا شيء من القران وجو يتطحوا به الناس بالصلاه. فده ما الغرض، الغرض انك تتدبروا كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته، وتتدبروا ما عشان تتدبروا بس وتقيف، تتدبروا عشان تعمل به. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.